فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نرجو نصيحة للشباب الذين يمتنعون عن صلاة التراويح ولكنهم يشغلون المصلين بمحاكاتهم وضحكهم واجتماعهم قريب من مكان الدرس وإشغال المسلمين، نرجو النصيحة للجميع وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا خطأ كبير، أن المسلمين يصلون وهؤلاء منعزلون عن المسلمين، هذه مخالفة للمسلمين، ولا ينبغي للإنسان أنه يخالف. إذا كان لا يريد الصلاة معهم يخرج من المسجد، يخرج يروح لبيته أو إلى سكنه، أما أنه يبقى الناس يصلون وهو يجلس مع أمثاله ويتحدثون، هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما وأن هؤلاء ينتسبون إلى طلب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يكون قدوة، يكون قدوة، يعني العوام خير منه، العوام يحافظون على الصلاة مع المسلمين وعلى صلاة التراويح وعلى القيام مع الإمام حتى ينصرف، وهؤلاء طلبة علم وينعجلسون، مظهر سيء وقدوة سيئة، فيا لا يليق هذا بطالب العلم. يعني هل هؤلاء هداهم الله؟ هل هم في غنى عن الأجر؟ هل هم في غنى عن الثواب؟ لا شك أننا أحوج الناس وأفقر الناس إلى الأجر وإلى الثواب، فلماذا نحرم أنفسنا من هذا الأجر وهذا الثواب؟ صلاة في رمضان، صلاة مع المسلمين، صلاة في المسجد الحرام في ليالي رمضان ونحرم أنفسنا منها، هذا حرمان عظيم وجهل، هذا جهل، جهل عظيم منهم، وإن كانوا يزعمون أنهم طلبة علم، أين العلم؟ العلم لا بد له من عمل، وطالب العلم ينبغي أن يكون سابقا إلى الخير ويكون قدوة في الخير، ولا يكون قدوة في الكسل وقدوة في الضحك والجلوس والناس يصلون ويتهجدون ويتضرعون إلى الله ويدعون الله وهو منعزل وجالس، هذا حرمان عظيم ومظهر سيء وسبه على طلبة العلم. نعم.